حب الشباب بناخذ قشور الرمان المطحون، بنروح على العطار بنشتري قشور رمان، بنخلطها مع الحبة السوداء الناعمة، صارت قشور رمان وحبة سوداء مطحونة، مقادير متساوية، نوضعهم مع بعض، يصب عليهم أو تعجن بخل التفاح الطبيعي، تعجن نعجنهم بخل التفاح الطبيعي، توضع على حب الشباب. بتستفيد إذا ابتعدنا عن الشوكولاتة، ابتعدنا عن البطاطا المقلية، ابتعدنا عن الدهون، عن البيبسي، عن الكولا، كثر من شرب اللبن، بتستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. وهاتوا الاتصال. وأيضا اللي عندهم مشاكل حب شباب، دائما ينظفوا بقطنة بماء الورد، بماء الورد أو خل التفاح المخفف بالماء، بيستفيدوا بعون الله سبحانه وتعالى.